الو، السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتم بتشوفوا الفيديو بتاعي، فيديو النهارده عباره عن طريقه عمل اقراص العجه بطريقه سهله وبسيطه. ونستعرض مع بعض كده مكوناتنا ونبدا نقول مكوناتنا. معانا هنا 4 معالق كبيره من الدقيق، انا هعمل بس قرصين عجه مش هعمل كتير. كمان معانا هنا بيضتين، بيض بلدي، اللي عنده بيض احمر ماشي تمام مفيش مشكله. كمان التوابل معانا، هيكون معانا هنا معلقه صغيره من الفلفل والثوم والكمون، ومعلقه صغيره من الملح، ورشه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الكمون، ودي نص معلقه من البيكنج باودر، بيديها كده هشاشه كده بتبقى جميله جدا. معانا هنا حبايه من الطماطم مقطعاها مكعبات، ومعانا هنا كميه من الفلفل الكوبي، ده قرن صغير من الفلفل الكوبي متقطع كده مكعبات صغيره. ومعانا هنا بصلايه صغيره برضو متقطعه مكعبات. اما الماده الدهنيه اللي انا هستخدمها في تجهيز بس الخلطه دي زيت الذره، اما في القلي فانا هستعمل الزيت العادي بتاع القليه. ونشوف مع بعض كده الخطوه الجايه. كده حطيت فيها كميه من زيت الذره اهي، كميه بسيطه مش كتير، 3 معالق كده ولا حاجه. بنسيب الزيت يسخن وبعدين بننزل عليه بالبصلايه الاول. بسم الله، انا مش هخمرها، انا هخلي كل حاجة كده تتبل مع بعضها. هقلب كده البصلاية على النار، هنزل بقى عليها بعد كده بالفلفل الأخضر. نسيت طبعا حاجة ضرورية وأساسية، نسيت 3 معالق كده حلوين من البقدونس، ده كنت مفرزاه بس أنا مش هضيفه عليه دلوقتي، أنا هضيفه على الحاجات دي لما تبرد كده. وهنزل عليه دلوقتي أنا هنزل على الفلفل والبصل بمكعبات الطماطم. هندبل كل الحاجات دي مع بعض، مش هنتقل عليها في السوا لان طبعا هي هتكمل سوا مع ال بتاعت العجة. وهنزل عليهم بقى دول برشة من الفلفل، بس الفلفل الاسود مش هنكتر لان طبعا هنعمل مع الدقيق والبيض برضو حبة فلفل وملح. هنا بس هنزل بالفلفل والملح حاجات بسيطة، خلي بقى الطماطم تبدأ كده دقيقتين وهنلف عليه. العجة من الأكلات الجميلة واللذيذة والسهلة والخفيفة لما بنختار كده مش عارفين نعمل ايه أكل، بنعمل عجة بتبقى حلوه وجميله. في ناس بتعملها اقراص زي ما انا هعملها النهارده، وفي ناس بتعملها في صينيه. خلاص انا مش محتاجه اكتر من كده، هحطي عليها واسيبها تبرد
ونروح نشوف هنعمل ايه على احنا كده بقى خلصنا الخطه بتاعتنا وسبناها تهدى على البوتاجاز. معناها هنا بقى الدقيق بتاعنا هنزل عليه بكميه من الميه اهو زي ما انتم شايفينه. هبتدي اقلب كده بالمضرب حبه حبه، يعني مش هنضيف مره واحده كميه ميه معينه على حسب ما الدقيق ياخد معانا. تمام، زود كمان شويه. لسه محتاجين شوية مية كمان. ونعمل حساب طبعا ان في لسه بيض هيتضاف فهو هيخف معانا الدقيق. ما نحطش كل الكمية مية ونيجي نحط البيض بقى نلاقي الدنيا ايه بقت خفيفة معانا جدا. تمام زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اكسر البيض. بسم الله، دي اول واحده. نجي الثانيه، وهنزل بقى على البيض والدقيق كده بكل التوابل بتاعتنا والبيكنج باودر والمعلقه من الفلفل والثوم، ونقلبهم تقليبة حلوة كده. تبقى جميلة جدا تعمليها بقى مع بطاطس محمرة. يبقى طعمها تحفة، تبقى خفيفة. نقدر هنا ننزل بالبقدونس في المرحلة دي، مفيش مشكلة خالص. او عاوزين نضيفه مع بقية الخضار اللي هتضاف عليها لما يبرد عادي بيدي نفس النتيجة. نقلبها. هنروح بقى نجيب الخليط بتاعنا كده. حبيبي انا جبت الخليط بتاعنا اللي هو عبارة عن البصل والطماطم والفلفل الكوبي، هضيفه بقى على الدقيق والبيض والبقدونس والتوابل. وبكده بيكون الخليط بتاع العجة بتاعنا جاهز. هنظبط الملح بتاعه ونبدأ ايه نقليه مع بعض ونشوف بقى عند التسوية هيبقى عامل ازاي. انا جبت طاسة حطيت فيها كمية كويسة من الزيت عشان هبتدي اقلي فيها العجة. اهي الخليط بتاع العجة معانا والكبشة بتاعتي معايا. سخن الزيت كويس وبعدين نسمي الله كده وننزل فيه. بسم الله، زي ما انتم شايفين هبتدي اوزع كده الظهر الكبشة. حط كمية تانية نملى بيها الايه الطاسه بتاعتنا. شايفين كده الشكل ده. هنسيبها بقى ايه لما تستوي من تحت نبدا ايه اننا نقلبها على الجنب التاني وهنشوفها مع بعض كده لما نيجي نقلبها شكلها بيبقى جميل كده. كده زي ما انتم شايفين العجه بقت لونها ذهبي وجميله اهي من تحت اهي. هبتدي بقى اقلبها. انا عندي دي كده بتاع طعم التوزيع هقلب بيها. هقلبها كده. قلبت العجه اهي زي ما انتم شايفين لونها تحفه 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 وريحتها جميله اهي. هسيبها بقى تستوي. انا على فكره بهدي عليها النار، مش بعلي عليها النار قوي اهي زي ما انتم شايفين كده نار هاديه عشان تستوي كويس ما تبقاش نيه. ونشوفها بقى عند التقليب. شايفين كده ده اول قرص عجة طلع معانا اهو، شكله تحفة وجميل مستوي من فوق ومن تحت نفس السوا اهو كده زي ما انتم شايفين. اهو حاطه على مناديل عشان ينزل اي كمية من الزيوت زيادة. وهبدأ انزل برضو في الطاسة، زودت شوية زيت بالكمية اللي باقية بالله اهو، سبتها برضو لما سخنت.
وابتدي افردهم كده في الطنيه ده في الطاسه عفوا اهو كده بنعمل افردهم في كل الطاسه كده او المقلايه بالطريقه دي. وطبعا زي ما انا مهديه النار كده عليها عشان تستوي براحتها وهعمل معاها بطاطس محمره هنا ونشوف تقريبا في النهايه بيكون شكل العجه بتاعتنا. شايفين شكلها جميل ازاي اهي اهي شكلها تحفه وجميل. ممكن تقدميها كده وممكن تقدميها اقراص زي ما هي كده بالطريقه دي. قدمت معاها بطاطس محمره كمان جرجير وبالعيش البلدي بتاعنا. حابه تقدميها مع مخلل مفيش اي مشكله خالص. التقديم ده بيبقى حسب الرغبه. ودي كانت وصفتي النهارده، اتمنى تكون عجبتكم واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.